السلام عليكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي، درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم مراجعة الدرس صفحة 141. مراجعة الدرس، الفكرة الرئيسة: ما أنواع العتلات؟ أعطي مثالا على كل نوع. هنا أريد أنواع العتلات وأن تعطي مثال لكل نوع من أنواع العتلات. عندنا أنواع العتلات بابا، العتلة من النوع الأول، والعتلة من النوع الثاني، والعتلة من النوع الثالث. العتلة من النوع الأول، مثال على العتلة من النوع الأول هو الميزان ذو الكفتين. الميزان ذو الكفتين مثال على العتلة من النوع الأول. مثال على العتلة من النوع الثاني هي عربة حمل الأثقال ذات العجلة الواحدة. مثال على العتلة من النوع الثاني هي عربة حمل الأثقال ذات العجلة الواحدة. مثال على العتلة من النوع الثالث هي كابسة الورق. كابسة الورق مثال على العتلة من النوع الثالث. هذا ما يخص السؤال الأول، ما أنواع العتلات وأعطي مثالا على كل نوع. نأتي إلى المفردات. ما العتلة؟ يعني ما العتلة؟ يعني تعريف العتلة وما فائدته. تعريف العتلة وما فائدة العتلة بابا، تلقاه هنا في درس ما العتلة. العتلة، تعريف العتلة، هي آلة بسيطة تجعل أداء الأعمال أكثر سهولة، وتقلل القوة المبذولة، وتسرع إنجاز العمل، وتوفر الوقت. ما فائدة العتلة؟ تأخذها من نفس تعريف العتلة. ما فائدة العتلة؟ تأخذها من نفس التعريف، نقول هي تجعل أداء الأعمال أكثر سهولة. فائدة العتلة تجعل أداء الأعمال أكثر سهولة. اثنين، تقلل القوة المبذولة. ثلاثة، تسرع إنجاز العمل. وأربعة، توفر الوقت. هاي فائدة العتلة، من تؤخذ من تعريف العتلة. هذا ما يخص ما العتلة وما فائدتها. ما المقاومة؟ النقطة الثالثة، ما المقاومة؟ يعني تعريف المقاومة. ما المقاومة؟ تعريف المقاومة بابا تلقاها بنفس درس ماء العتلة صفحة 138. المقاومة هو الثقل المراد تحريكه. المقاومة هي الثقل المراد تحريكه. كنا يجيك على شكل فراغات، الثقل المراد تحريكه ويسمى فراغ، نقول المقاومة. أو تعريف المقاومة، ما المقاومة؟ هي الثقل المراد تحريكه. هذا ما يخص السؤال الثالث. نأتي إلى مهارة القراءة. مما تتكون العتلة؟ يعني مكونات العتلة، منين تتكون العتلة؟ تتكون من القوة والمقاومة والمرتكز. العتلة تتكون من القوة والمقاومة والمرتكز. نأتي إلى المفاهيم الأساسية، اختار الإجابة الصحيحة. تقسم العتلات إلى أليف نوعين، باء أربعة أنواع، جيم ثلاثة أنواع، دال خمسة أنواع. بابا جوابك جيم ثلاثة أنواع، تقسم العتلات إلى ثلاثة أنواع. النقطة السادسة، كابسة الورق عتلة من النوع الأليف الأول، باء الثاني الثالث، جيم الثاني، دال الأول والثاني. بابا جوابك الثالث، كابسة الورق هي عتلة من النوع الثالث. التفكير الناقد، إذا أردت تحريك ثقل، أردت تحريك ثقل بسهولة باستخدام ساق معدنية طويلة، فأين ينبغي أن يكون موقع المرتكز بالنسبة للثقل؟ بابا جوابك، يكون المرتكز أقرب إلى الثقل. يكون المرتكز أقرب إلى الثقل، لأنه كلما زاد البعد ابتعد، يعني كلما زاد البعد بين القوة والمرتكز قلت القوة. هذا جوابك، يكون المرتكز أقرب إلى الثقل. يكون المرتكز، أين يكون موقع المرتكز؟ يكون المرتكز أقرب إلى الثقل، لأنه كلما زاد البعد، كلما زاد البعد بين القوة والمرتكز قلت القوة. نعيد الجواب، نقول يكون المرتكز أقرب إلى الثقل، لأنه كلما زاد البعد بين القوة والمرتكز قلت القوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.